بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح البنك المركزي الروسي نزل الفائدة، ودي طبعا يعني تقريبا عاكس كل البنوك اللي في العالم كله، تحديدا امريكا اللي من شهر 3 اللي فات شهر مارس بترفع الفائدة كل شهر، ممكن نص نقطة ممكن نقطة ممكن 75%، حتى ان في شهر 6 اللي احنا اللي فات دوت رفعت الفائدة مرتين في الشهر، واحنا في اخر شهر 7 اهوت برضه هيجتمع الفدرال الامريكي عشان يرفع الفايده. الورق طبعا ان كل الناس بتقول ازاي روسيا نزلت سعر الفايده، والمحللين بيعتبروا ان دي اشاره على قوه الاقتصاد الروسي. انا اتكلمت في النقطه دي قبل كده ويعني اوضحها مره تانيه من فضلك، بس يعني لو لقيت حاجه مش عاجبك في الفيديو ما تطلعش، لان الاستفاده كلها لما تسمع الفيديو على بعضه. يعني انا اول ما اقول مثلا ايه، هقول عشان اقتصاد الدوله يبقى قوي لازم الفائده تبقى صفر، واحد هروح اقفل الفيديو وروح طالع ما استفدتش حاجه. لا، حضرتك انتظر لما اخلص كلامي وبعدين يبقى احكم عليه براحتك. انا ليه بقول الفائده تبقى صفر؟ خلي بالك مفيش بنك في العالم بيعمل مشاريع الا نادرا جدا، يعني عشان ما ايه ما عممش، يعني نادر جدا لما تلاقي بنك بيعمل مشروع. امال البنك بيعمل ايه؟ البنك انا بروح احط عنده 100 جنيه، هو بيقول لي انت هتاخد على ال 100 جنيه دهيت 5 جنيه، ماشي؟ بيجي سين من الناس عايز يقترض ال 100 جنيه اللي هي بتاعتي اللي هي في البنك، بيقترضها هو من البنك، البنك بيقول له انت هتاخد ال 100 جنيه ده ايه؟ بس هتردها لي 110، وفرق ال 5 جنيه اللي هي بتاعتي اللي هو بيديها لي من ال 10 اللي هو بيديها له، هي ديت اللي اقتصاد الدول بيقوم عليها. لان طبعا احنا ما بنتكلمش بقى عن 100 جنيه، احنا بنتكلم عن مليارات وملايين وامور تانيه خالص. طبعا اصحاب رؤوس الاموال ما يحبوش يسمعوا الكلام دوت. ليه ما يحبوش يسمعوا الكلام؟ هو معاه مثلا مليار 2 مليار حاططهم في البنك، بيجيبوا له مليون 2 مليون، واحيانا بيجيبوا له 200 مليون 300 مليون بالك. فما عايز تقول له صفر تيجي تقول له الفائده صفر؟ لا طبعا. طب فائده صفر البنوك هتصرف منين يا عم الحاج؟ اولا انا ما بقولش كلام انشائي ولا كلام نظري، ده كلام في دول عملته، او للامانه في دوله واحده عملته، وهي الدوله الوحيده في العالم التي لا يعاني سكانها من مساله التضخم ولا يعانون من مساله ارتفاع الاسعار، حتى ان احنا بنسميها كوكب اليابان. كوكب اليابان الفائده هناك سالب 5. عارف يعني ايه حضرتك سالب 5؟ يعني انت بتحط ال 100 جنيه بتاخدها 100 الا 5، مش تاخدها 105 ولا 110 ولا 120، لا بتاخدها 100 الا 5. ليه بقى؟ البنك بيقول لك انا بحفظ لك فلوسك، انت بتديني فلوس، انت معاك فلوس مش عارف تعمل فيها ايه، انا باخدها احفظها لك. اول ما اديك فلوس على ان انا بحفظ لك فلوسك؟ لا. طيب هنا بقى المستثمر يعمل ايه؟ المستثمر بيقول لك فلوسي هتقل. اول ما العيل في اليابان بيوصل معاه مبلغ مثلا 1000 دولار 2000 دولار على طول بيفكر يعمل بهم مشروع، على طول بيفكر يعمل بهم حاجه. هنا الدوله كمان بتقول ايه بقى؟ اللي جاي يعمل مشروع بتقول للموظف قوم اتحرك معاه اجري معاه، لان المشروع اللي بيعمله دهوت هيعود عليك انت. عشان كده تلاقي الموظف في اليمن اي حد بيعمل مشروع بيجري وخلصوا له الاجراءات والدوله كمان بتساعده. هنا الاقتصاد بيعمل. طب انما لا، اما اجرمي بقى، انا رحت مثلا اخترت مليون جنيه وقال لي هترجعهم مليون زائد 10% او 15%، انا هجيب ال 10% زياده دول او ال 15% منين؟ هجيبهم من المستهلك، واخد بالك؟ طب المستهلك اللي كده السلعه ام جنيه بقت عليه ب 2 جنيه، واخد بالك؟ فعمل ايه المستهلك؟ ما اشتراش، حصل التضخم، حصل الركود، البضاعه بقت مرميه والمستهلك ما معهوش فلوس، والتاني اللي كان معاه فلوس مرميه في البنك بتتضخم ومش عايز يروح يشتري البضاعه. هنا حصل التضخم وحصلت المشاكل اللي موجوده في العالم. طيب حضرتك عشان اشتغل صح يبقى اعمل ايه؟ اقول له هات فلوسك حطها في البنك، الفايده بتاعتك صفر او ربما بالسالب كمان، يعني الفايده بتاعتك ال 100 هتاخدها 100 الا 5، يقوم هو يروح يشتغل ويشغل الفلوس. عشان كده تعرف وتفهم ليه ربنا حرم الربا، لان الربا بيكون سبب فقر كامل للدوله اللي هي بتتعامل بالربا. مفيش بنك على فكره بيعمل مشاريع، احنا عندنا في مصر تقريبا 40 بنك، 40 يعني بالظبط 38 قول 40 بنك. لو كل بنك بيعمل مشروع واحد في السنه كان زمان مصر كلها مشاريع، ده انا بضرب على مثال يعني انا عايش فيه، انما قيس ده على كل الدول، على امريكا نفسها. امريكا نفسها ما فيها 51 ولايه، كل ولايه اعتبر فيها 40 بنك هي كمان، يعني عندك 40 في 50 ب 200 بنك. دول لو بيتعامل بيهم مشاريع كان زمان هناك 200 مشروع ضخام، اقتصاد ضخم لا يقاوم، لا يعني مش عايز اقول ولا في الكوكب الارض ولا في دار الكوكب الارض.
انما لا، هو طريقه البنوك، لان اللي اسس البنوك اصلا رجل ربوي، رجل يهودي اسسها على هذا النظام، ان هي تقوم على نظام ان واحد يديني وادي له بزياده وادي للتاني بالنقص والشكل دهوت. فعشان كده اذا ارادت الدوله ان هي تنمي اقتصادها ما تبصش لاصحاب الاموال، لان اصحاب الاموال زي ما قلت لك مش عايزين يسمعوا الكلام ده نهائي، لا بص للصالح العام للدوله، يبقى لازم ما يكونش فيه ربا. يمحق الله الربا، سئل الشيخ عبد السلام بالي قدامي وانا اسمع، يمحق الله الربا يعني الربح يروح؟ قال لا، المحق اصل الشيء من اساسه، مسح الشيء من اساسه. يمحق الله الربا يعني الربح زائد راس المال يروح، وهو دي مشكله، المشكله الاقتصاديه الطاغيه في هذا العصر اللي احنا فيه، علاجها حل واحد، منع الربا من البنوك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.